من ضمن التعليقات، انا لو معهد عالي حاسب آلي ونظم معلومات الاعمال واخد شهاده الجوده في التعليم، معهد واخد شهاده الجوده، لكن الدكاتره بيقولوا اننا زينا زي الحكومي، لو قدمنا على الشغل هنبقى زينا زي الحكومي. سيبك انت زي الحكومي او زي الجامعات الخاصه، انت الرساله ان انت هتتخرج حاصل على ايه؟ حاصل على بكالوريوس نظم معلومات الاعمال، بس هو ده اللي تهمك في الموضوع. سيبك بقى انا زميلي اللي اتخرج من جامعه حكوميه هو زيي ولا انا زيه، انا اقل منه هو اعلى مني انا اوطى منه، سيبك من الكلام ده، سيبك من الدكاتره اللي بيقول لك انت زي، سيبك من الكلام ده، هو بيحاول بس يطمنك. ولكن اللي انا عاوزك تركز فيه بشكل حقيقي انك تركز على ازاي تقدر انك مجال ده انت فعلا تكون مهتم بيه، ازاي تطور من نفسك منه، ازاي تطور من شخصيتك اثناء الكليه، مهارات التواصل عندك، اللغه الانجليزيه، مهارات الاوفيس، ازاي تعرف تتكلم قدام، ازاي تكتب سي في بشكل كويس، ازاي تعرف تلبس وتادي فيه مقابلات الانترفيو، تنزل انشطه طلابيه، يعني تطور من نفسك. هو ده اللي يهم. اما انت شاغل بالك بقى ده المعهد واخد شهاده الجوده، ما اعرفش ايه، واخد شهاده الايزو، احنا اقل منه او اعلى مننا، بلاش تدخل في القصص دي لانها مهلكه وبتاخد وقت وملهاش معنى.